صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد، بنجدد التحية. وزي ما احنا متعودين هنبتدي على طول مع نشرتنا الجوية اللي كتير مستنين يعرفوها علشان يستعدوا ينزلوا. النهاردة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان الجو النهاردة الأربع يكون حار ورطب على القاهرة والوجه البحري، ويكون في شبورة في الصبح، أما الرياح هتكون معتدلة وهتنشط أحيانا، لكن السواحل الشمالية هيكون فيها الطقس معتدل والرياح هتكون معتدلة وهيكون فيها شبورة الصبح. كمان الخبراء بيتوقعوا ان شمال الصعيد يكون الجو فيه حار الصبح، وجنوب الصعيد الجو هيكون فيه شديد الحرارة والرياح هتكون معتدلة. أما بقى بالليل هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إن طقس لطيف يسود على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية كمان الطقس فيها هيكون لطيف. أما شمال الصعيد وجنوب الصعيد الطقس هيكون معتدل. تعالوا مع بعض كده نتعرف على بيان مبدئي بدرجات الحرارة في بعض محافظات مصر. نبتدي مع القاهرة بطبيعة الحال زي ما احنا متعودين، اللي العظمى فيها هتكون 36 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21، بورسعيد العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 23، دمياط العظمى 29 والصغرى 22، الإسماعيلية 36 والصغرى 20، السويس العظمى 36 والصغرى 22، و العريش العظمى 32 والصغرى 22. نشوف طابة اللي العظمى فيها 33 والصغرى 21، كاترين العظمى 33 والصغرى 18، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، الغردقة العظمى 36 والصغرى 28، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 23، بني سويف العظمى 36 والصغرى 22، المنيا العظمى 36 والصغرى 22، أسيوط 37 والصغرى 23. نروح لسوهاج اللي العظمى فيها 38 والصغرى 25، هنا 38 ايضا والصغرى 26، الاقصر 39 والصغرى 26، اسوان ايضا 39 والصغرى 27، الوادي الجديد وهي الاعلى النهارده درجة الحرارة العظمى فيها 40 والصغرى 25، اما حلايب العظمى 33 والصغرى 28.